نجعلوا الحق على الأرض مكينة. ما تزال الأغنية الوطنية تستحث الهمم وتنعش الوجدان الوطني، خاصة في مراحل الانتكاسات كالمرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد منذ نكبة الانقلاب الحوثي الغاشم في 21 من سبتمبر عام 2014. يا سماوات بلادي، واحدة من أروع الأغاني الوطنية التي لحنها وغناها الفنان أيوب طارش عبسي، وهي إحدى الملاحم الشعرية للشاعر الكبير الراحل عبد الله عبد الوهاب نعمان الشهير باسم الفضول، والتي تتغنى باليمن الواحد. ها هنا نحن وقد وحدنا، وطن أصبح منا أثنى، وغدت أصقاعه معبدنا، لم ولن نعبد فيها وثنا. أو يرى نخس أرض أننا نخوض الدنيا ونعطي اليمن. والفضول هو كاتب كلمات النشيد الوطني الرسمي للجمهورية اليمنية رددي أيتها الدنيا نشيدي، والذي كان النشيد الرسمي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل تحقيق الوحدة اليمنية واندماج شطري الوطن منذ العام 1990، حيث اعتمد بعد الوحدة ليكون النشيد الرسمي لليمن الموحد. ويعد عبد الله عبد الوهاب نعمان من الرعيل الأول للثوار الذين قارعوا الإمامة الكهنوتية من خلال كتاباته الساخرة وأشعاره، حيث نزح إلى عدن وأصدر صحيفته المناهضة للإمامة والتي سماها الفضول، ومنها جاءت شهرته. وقد تعرض لمضايقات في عدن واضطر إلى إغلاق الصحيفة نتيجة لضغوط من الطاغية أحمد حميد الدين على السلطات البريطانية في عدن عام 1953. والفضول أحد المشاركين في تأسيس حزب الأحرار اليمنيين، كان والده أول الثائرين على حكم أسرة حميد الدين منذ تسلمهم الحكم من الأتراك عام 1918، ويعد الفضول من أبرز من كتبوا الأناشيد الوطنية وعملوا على التأصيل للثورات اليمنية. تتجلى في أناشيده الوطنية القيم الأصيلة والنقية التي نادت بها الثورة لتغدو تلك الأشعار ملاحم خالدة. أربعينياتنا فيها رفضنا، وضحى أكتوبر فيه رفضنا، ومدى السبعين، ومدى السبعين يوما قد رفضنا. ملامح تصون النهج الجمهوري في وجدان اليمنيين، وقوة محركة للجماهير ضد المخططات التآمرية التي ما برحت تستهدف النظام الجمهوري منذ أيامه الأولى قبل 61 عاما وحتى يومنا.